برلمانيا كل التصريحات والأزمات والفقرات والتعديلات والانسحابات لا وحتى التمردات كلها كانت بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الفصل التشريعي اللي استهلك وقته كله على قانون الموازنة. هذا الفصل شوفنا مستوى الخلافات السياسية وكمية وجهات النظر النيابية وحالة الصدام اللي تكررت بين الإرادة السياسية العليا والإرادة النيابية، ومن كمية التضارب والتنافس اللي صارت بالفصل الأول على القوانين الحكومية دخلنا الفصل التشريعي الثاني اللي راح يبدي جلساته السبت الجاي، والعنوان نفط وعفو عام، يعني أم المعارك جاية بالطريق، وتبدو الأمور مو بيد الحكومة بهاي الجولة، لأنه القانونيين يجب أن يخضعا للاتفاقات السياسية بين الإطار اللي يتحدى نفسه شيعيا والسيادة ونظرائها سنيا والأخوة الأعداء كرديا، والمتوقع مو كلش إيجابي بأم المعارك. إذن بجدول أعمال البرلمان يوم السبت الجاي أكو 7 قراءات أولى ل7 قوانين، وليس من بينها مشاريع قوانين الاتفاقات السياسية اللي تشكلت على أساسها الحكومة. ويبدو أن البرلمان راح يلتهي بمشاريع القوانين المقروءة وأيضا بعض المشاريع المرسلة من قبل الحكومة. وأما قانون النفط والغاز وهو الشرط الكردي، وقانون العفو العام وهو الشرط السني، فتحتاج إلى وقت وصلح عابر للمحافظات ويمكن حتى عابر للقارات، لأنه قانون العفو العام هذا عليه فيتو شيعي من كبار قادة الإطار. فمثلا الشيخ قيس الخزعلي يستشعر بمحاولات إجراء تعديل على قانون العفو، وقال التعديل هذا يستهدف أن يشمل القانون عتاة الإرهابيين، وهذا يعرض الأمن الداخلي للخطر ودوافع انتخابية وما راح نسمح بيها. وإحنا هنا من حقنا أن نسأل شنو معيار العفو يا جماعة؟ القانون وين راح يلحق يخلص كم نفس بريئة من ظلمات السجون؟ هذا اللي راح نعرفه بأم المعارك اللي على جبهتها الثانية قانون النفط والغاز، واللي ساهمت الخلافات الكردية الشيعية وحدها بتأخير تشريعه لمدة 16 سنة من 2007، وبقت القوى السياسية تايهة بتفسير المواد الدستورية اللي تخص تسويق النفط وإدارته والعقود النفطية اللي تعتمدها كل حكومة مع الشركات الأجنبية. فما بالكم والخلافات صارت داخلية كردية كردية، والكرد اللي طلعوا بموازنة مرضية نوعا ما ايش راح يطلعهم راضين بقانون نفط وغاز يرضيهم ويرضي الشيعة وأجيال نوابهم الصاعدة. الوضع العراقي ذكرنا بأغنية الحلم العربي اللي صدرت بسنة 1998 عن حلم الشعب العربي بإقامة الوحدة العربية. واليومك كمية التحدي مع اقتراب الانتخابات المحلية ووصول القوى السياسية لأول مرة من سنوات إلى وضع النقاط على الحروف وبعضها للفرصة الأخيرة راح يخلق حماس اضطراري كبير لإقرار قانوني العفو والنفط والغاز وقوانين ملحة أخرى. وسواء تمهدت الأرض أم تعقدت، فجماهير كل طرف تنتظر الوعود الانتخابية، لذا راح تكون الجلسات ساخنة وبيها تصفية حسابات قديمة وجديدة وحتى ثأرية.
نظراً للتضخم الهائل بعدد القادة والزعماء اللي راح يلعبون أدوار كبيرة بكل قانون وملف. وهنا فرص إرضاء الجميع تحتاج معجزة بعد ما صار العراقيين خبراء خيارات وحركات كل طرف هذا النظام، مثل الجواهر اللي يقول ولا نحن أعرف من هم ولمن هم ولمن تمثل هذه الأدوار، تنهى وتأمر ما تشاء عصابة ينهى ويأمر فوقها استعمار، خويت خزائنها لما عصفت بها الشهوات والأصباط والأصهار. السلام عليكم، مناقش هذا الملف في الجزء الأول من حلقة الليلة مع النائب عن تحالف عزم رعد الدهلكي، كذلك مع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل، وراح ينضم لي أيضا بعد قليل النائب المستقل اللي هو صعد ويا دولة القانون بس يقول أنا مستقل هسه ضرغام المالكي. حياكم الله ضيوف الكرام. حياكم الله، ونبارك لكم إجازتكم، إن شاء الله كانت إجازة سعيدة، إجازة تشريعية سعيدة، وفصل التشريع راح يبدي. أريد أشوف شنو أولوية السنة بهذا الفصل. يعني بعد التحية والتقدير والاحترام لك أستاذ أحمد ولا أخوي وزميلي أستاذ محمد ولا مشاهدين هذا المنبر الكريم، يعني أولويات السنة بعد إقرار الموازنة خصوصا أنه يكون هناك خطوة بتنفيذ الورقة الحكومية، ورقة الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي نعم، لأن هي ورقة الاتفاق السياسي نفسها صوت عليها في تشكيل الحكومة، فأصبحت جزء من المنهاج الحكومي. لذلك ورقة الاتفاق السياسي ستكون لها أولوية في المتابعة خلال الفصل التشريعي القادم بعد استئناف جلسة مجلس النواب، وأهم شيء يوم الأحد. يعني هي مثل سلسلة، الأهم لدينا العفو، ومن بعدها ملف عودة النازحين وخصوصا جرف الصخر والمناطق الأخرى، وكذلك المساءلة وعدالة والتوازن، هذه الورقة والنقاط الأخرى. خلينا بالعفو، وخل أقول أنه الإطار غلبوكم بشكله الحكومة، مروا الموازنة، وأنا أسمع شيخ قيس قبل كم يوم يقول على هاي التعديلات اللي جايبيها على قانون العفو اللي طلع لي عتات الإرهابيين ما مش هو من جايبها تعديلات. التعديلات اللي جايبها منه؟ مش مدري تعديلات. يعني اولا هي مو بيناتكم متفقين وسوي التعديلات، هاي التعديلات الاطار التنسيقي ما يمشي. استاذ احمد ولا هنا اخوي استاذ محمد ولا الجمهور الكريم، خلينا نتكلم بواقعيه على هذا القانون. يعني اولا هو هذا القانون هو ليست بالجديد على الاتفاقات السياسيه، وعندما وقعت الكتل السياسيه هي تعي جيدا ماذا يعني قانون العفو، وتعي جيدا من هم الشرائح اللي قامت الكتل السنية بوضع عفو على أساسها. يعني إذا تقول للإرهابيين فالإرهابيين هم اللي هجموا محافظاتنا إضافة إلى اللي صار بالبلد، إحنا بالضد منهم وهذا واضح. يعني هو اللي تأثرت محافظاتنا. نحن لا نتكلم على هذا، على الإرهابيين الحقيقيين. لكن هناك إرهابيين. وجهة نظر بعض قادة الإطار بالتعديلات المطروحة. أنت قلت غلبوكم، هي مو غلب. لا. هي عدم وفاء بالعهود والاتفاقات. أكو موضوع آخر. حلو، أنت سويت شيء دبلوماسي. لا هي مغلوب. يعني أنا جاي هذا شكل حكومة وكل همي إنه أنقذ البلد من انهيار في تشكيل حكومة، وتيجي تتفق وياي وتوقع وياي على ورقة سياسية إذا ما عندك عهد هذا موضوع ثاني. وإذا عندك وعاد وعهد تعال اقعد على النقاط، هسه تقول لي جزئيات اكو بعض النقاط بها خلل، تعال اقعد ناقشني حتى نجدد هذه الجزئيات ونوضع المخاوف على الطاولة ونبددها، هذا من حقه. لكن ما رفض القانون بالكامل هو دليل على انه معناته احنا حالنا حال الحكومات السابقة وهي ليست بجدية علينا، نوقع اوراق وما ننفذ. اي كاك محمد، يعني ما يهمكم قانون العفو هواية؟ بل يهمنا هواية. بيش يمكن قانون العفو؟ في البداية شكراً عبالي رأسي وفوت وياك على قانون النفط والغاز. لا شكراً أستاذ أحمد الفرصة، وشكراً لمشاهدي قناتكم المبكر، وشكراً لزميلي وصديقي أستاذ رعد والضيف اللي بالطريقة أيضاً، ونتمنى تكون
اليوم حوارنا مو كشكولي، سؤال وجواب حتى الرتب. صحيح. نعم. تفضل. احنا ما يهمنا هو في الحزب الديمقراطي التوافق، الشراكة، التوازن. زين. ان بنيت العملية السياسية والحكومة السيد السوداني هي المنبثقة من حكومة إدارة الدولة على أساس هذه الأعمدة الثلاثة، وأعلن فخامة رئيس مسعود البرزاني علنا، وأن انضمينا إلى القافلة الفرق الكتل السياسية لتشكيل الحكومة على أساس برنامج الحكومي، وحسن ما فعلوا الساسة في الكتل السياسية بدم المطالي في برنامج الحكومة. قبل كنا في الحكومات السابقة، مرر لي أمرر لك. إيه بس أنتم راضين على ائتلاف إدارة الدولة اليوم؟ بيان للحزب. نعم. اليوم بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني يقول لك أنا ما راضي ائتلاف إدارة الدولة. من حق. صح راضي على السوداني لحد الآن كرئيس وزراء. من حقه. ليش؟ من حقه. ليش؟ نعم، هنالك تلكات من شركائنا، ولذلك أكدنا على التوافق والشراكة. أنا أجي على سؤال جنابك. أيه. العفو العام يشمل كل العراقي، مو المكون السني، لكن الأغلبية موجودين من المكون السني فيه، كان أحد مطالب الأخوة السنة فيه، لكن نحن لا نعطي عفو للدواعش ومن ساعد الدواعش ومن والى الدواعش ومن ساعد الدواعش وكم من لطخ دمه. نحن مع الأبرياء الذين في السجون، وامتلت السجون العراقية اليوم بإطلاق العفو العام. اليوم العفو اللي احنا نطلبه ولا نسمح ان يستخدم العفو لمآرب سياسيه وحزبيه بالدعايه الانتخابيه. انا غردت في تغريده على تويتر ايضا. ثم العفو للمجرمين الذين تلطخوا بدم العراقي، وخصوصا نحن الاقليات في السنجان، اليزيديين وفي سهل نينوى. اعطينا شنو الضمانات اللي ماخذيها من شركائكم العفو؟ إنه قانون العفو يمضي في هذا الفصل التشريعي. القانون يمضي وفق المعايير القانونية الدستورية، لما نعطي سق غفران للقتلة وللمجرمين الذين تلطخوا أيديهم ودمروا العراق وشاركوا بمؤامرات كبيرة ضد الحضارة العراقية. هذا هو اللي ما حد يقبل، حتى المكون السني. أنا ما دافع، أنا سأطرعت أدرى مني بهذا الموضوع، قد هم أيضا يرفضون رفضا قاطعا. نحن نقول العفو العام للمجرمين، القتل العراقيين هو إعدام المجرمين. كل من لطخ يده بالدم العراقي مهما كان مكونه. نحن الضمانات. لعد ليش الإطار التنسيقي يعني متلكئ بتمرير موضوع العفو؟ لا، مو قضية تمرير، هنالك قوانين أتت بالأولوية. وعلى رغم نحن لدينا ملاحظات بأن جلسات المجلس النواب لم تكون كما أمنيتنا وكما هو برامجنا الانتخابية. يجب أن تكون هنالك قوانين اللي تهم كل القوانين، تهم الشعب العراقي. القانون النفط والغاز، قانون العفو العام، قانون التعداد العام، قانون العشوائيات، قانون أنا شلون أطمئن أنه هذا الفصل التشريعي ثلاثة شهور تشريعية؟ لا، أربعة شهور عفوا. سنة الدورة الانعقادية 8 شهور. أي لكل فصل تشريع 4 أشهر، فصل شهرين إجازة. لكن للمجلس النواب وفق المادة 58-59 استمديد الفصل التشريعي ل30 يوما. جيد. نعم. شكرا على هذه المعلومة، لكن أقول أنه ما أشوفها كافية. أنا أسمع تعهدات من كل الكتل البرلمانية أنه بهالأربعة أشهر هذا الفصل التشريعي الثاني اللي أول جلسة في السبت القادم أمرر قانونياً واحد منهم جدلي مثل العفو العام، والثاني أكثر جدلية اللي هو قانون النفط والغاز. ما أعتقد أكو، خاصة يجوز إذا صارت لنا مشكلة يشتغل عليها عزم وغير عزم. مررنا قوانين، 3 قوانين بصلة واحدة مرة في دورة الثانية الانتخابية. شاهد دورة الموازنة مرت. إذا كنت توافق شلون أقتنع أني أنه هذا البرلمان قادر على تمرير قانون ينخل الأربعة أشهر القادمة؟ يعني هي إرادة وليس البرلمان. هل هناك إرادة سياسية؟ هل من وقع على الورقة السياسية والاتفاق السياسي لديه الإرادة الحقيقية، أم كان هو توقيع فقط لأجل تمرير تشكيل حكومة؟ أنت شو تشوف؟ يعني لحد هذه اللحظة الحكومة اللي شكلت برئاسة السيد محمد الشياع احنا راضين عليها بشكل جيد، لكن ما التمسنا لحد الآن أمور اللي وقعنا عليها الاتفاق السياسي، وهو الضامن لتنفيذ الاتفاق السياسي. لذلك إذا كانت أكو إرادة سياسية حقيقية في تمرير العفو اللي هم نفسهم القادة السياسي هم اللي وقعوا عليه، فأنا أعتقد أنهم يحتاجوا أكثر من 20 يوم أو
أو شهر بالزايد مو أربعة أشهر. إضافة إلى تحديد فقراته. العفو 20 يوم قانون العفو. أي يعني أكو إرادة سياسية يقر خلال هذه الفترة خلال شهر بالزايد يقر القانون إذا أكو إرادة سياسية، لكن إذا ماكو إرادة سياسية لا راح يحتاج له 60 سنة 70 سنة 80 سنة. لذلك اللي وقعوا على الاتفاق السياسي اليوم على المحك، أنتوا وقعتوا لتمرير الحكومة فقط، ترى يا شن صين عمة يعني. إذا اليوم أنت شكلت حكومة ترى باكر هم راح تصير انتخابات وهم راح تشكل حكومة هم راح تجي وهم راح يشتغلون. وهم غلبوكم الجماعة هسه يعني تدري ما نقدر نوقف، إحنا حقيقة نتكلم بشكل واضح ما نقدر نوقف العملية السياسية بالكامل ويروح البلد إلى مجهول بسبب إنه أكو قانون نريد نقرر المستقبل. أنا لازم أشكل الحكومة وأنا عندي كل الثقة بتشكيل الحكومة اللي موجودة حاليا أنه تنفذ هذا الاتفاق. لذلك هم في هذا التفاصيل التشريعي ستكون الكتل السياسية على المحك. ليش ننظر لقانون العفو على أنه إنقاذ فقط إنقاذ ل خلينا نقول مسجوني المكون السني فقط؟ لا أو محكومي المكون السني. ها شو لا هسه سجون مليانة يعني أصبح قانون العفو أولا بقضايا غير سياسية بعيد عن الإرهاب. اثنين عندك حتى بالمقاتلي الجيش المهدي هواي موجودين من عندهم، هواي موجودين من عندهم بالسجون ايضا ينتظرون لانه طالب بها المكون السني. لا طالب بها المكون السني ولانه العدد الاكثر مثل ما قال سيد محمد العدد الاكبر من السجون هي بالمكون السني. هي مطالبه المكون السني اللي اسمع شيخ قيس يقول عليها دعايه انتخابيه. الجماعه يدرون دعايه انتخابيه دعايه انتخابيه ما تقرر ليها اول ما شكلت الحكومه وبعد اربع سنين لتشكيل الحكومه للانتخابات. ليش دعايه انتخابيه؟ انت ليش تخليني قبل الانتخابات حتى تسوي دعايه انتخابيه؟ انت من وقعتني مو قبل تشكيل الحكومه وانا غلطان. زين ليش ما تقولها ما بعد تشكيل الحكومه مباشره حتى تنتهي هاي الفتره الاربع سنوات بعد ما تصير دعايه انتخابيه؟ هاي وحده عفو. هذا قانون العفو، احنا قانون العفو وين؟ احد ينكر انه اكو اعترافات بالاجبار والغصب، احد ينكر المخبر السري اللي العث بالارض فساد، احد ينكر الدعاوي الكيديه اللي مبنيه على مواقف سياسيه في الماضي دخل بها كثير من الابرياء، العقوبات الجماعيه بسبب اختلاف السياسه والتشنجات السياسيه اللي كانت موجوده بالسنوات الماضيه، هذه موجوده وهذه معترف بها الكل من الحكومات من القاده السياسيين سنه والشيعه. هذا الخطاب الكل يتكلم، هذا الخطاب عن الانتخابيه. ليش مو مرتين تنفذ قانون العفو خلال السنوات الماضيه وذولا ما طلعوا؟ لا ما نفذوا، ماكو قانون عفو. لا كان عادة تحقيق مو عفو. هذا تكلم ما تنفذ كل هذا الحج كل دول اللي عادة لهم ما طلعوا، كانت عاده محاكمه مو عاده تحقيق. سيدي هو بالتحقيق إن على أهله وخلوا يعترف بالقوة، جابوا بالمخبر السري، كم دعوة عندنا بالمخبر السري؟ احنا ننظر على هذه الجزئيات. لذلك إذا اللي يقول إنه هذا الخطاب خطاب انتخابي، اليوم ماكو انتخابات، ماكو انتخابات، خلينا ننفذ الورقة السياسية. وإذا تقول انتخابي ومزايدات انتخابية ليش وقعت عليه؟ ليش وقعت مرة أخرى تتوقع إنه البرلمان قادر أو إنه يعني الإرادة السياسية راح تكون موجودة لتمرير ضمن القانونين في الأربعة أشهر؟ لحد هذه اللحظة لم أجد هناك إرادة سياسية حقيقية بهذا الشيء. إذا ماكو إرادة ليش أنا أسمع تصريح الدكتور فؤاد حسين يقول لا بدينا شكلنا لجان مشتركة بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية للبدء بالنقاش حول مفردات وبنود قانون النفط والغاز؟ إذا إرادة سياسية موجودة. يعني قانون النفط والغاز مو مطلب دستوري؟ مو احنا الشعب العراقي 79% صوتنا على الدستور العراقي في ماده 9 في ماده 110 و111 لاقرار قانون النفط والغاز. اريد اربط مره اخرى شنو الجديد؟ الربط يعني الربط الربط اول مسوده قدمت لهذا القانون شهر شباط 2007 2007 اتفق عليها 16 سنه و4 اشهر. نعم اجانا تفالس قبل 4 اشهر راح يصير هذا القانون. مجلس شورى الدوله غيروا بالالفاظ اللغويه وغيروا من محتواه ولذلك لم يمر في ذلك في الدوره الاولى. وفي الدوره الثانيه رئيس اللجنه عدنان الجنابي قدمت مسوده متفق عليها قرانا قراءه ولو قراءه ثانيه وكان احد الكتل السياسيه انسحبت من الجلسه وصارت الخلل في النساب ولم يقر يا دوله قانون. لا احد كتل السياسيه الاخوان في دوله القانون سحبوا في ذلك الوقت. اي خلاص نعم يعني المهم اليوم كمطلب شعبي كاستحقاق دستوري كاتفاق سياسي اقرار القانون والنفط. انا راح اربط لك موضوع بموضوع ماده 140 اي
يعني قال مادة 140 المناطق المشمولة المتنازع عليها. المادة 140 لكل العراقي، كل من انضر من سياسة النظام البائد بإمكانه أن يحصل على حقوقه عن طريق المادة 140. ليش اليوم قرار قانون النفط مو للمكون الكردي أو للمناطق أقليم كردستان للعراق كله، لكل العراق، لكل العراق. اليوم لو كان عندنا قانون النفط والغاز ليش تبتعد عن جوهر سؤالي؟ أنا 16 سنة خلافات القانون منقر. نعم. أجي هسه أسمع والله يردوني قروب هالأربعة أشهر، أنا شلون عقلي يشيلها؟ إيش راح يصير؟ إيش راح يتغير؟ انبنت البرنامج الحكومي وبرنامجك كل الحكومة. الحكومات السابقة كل بنت على الأساس. كان قبل كل الحكومات السابقة يدري السيد أستاذ رعد يدري كان بالغرفة المظلمة نتفق ونختلف على تمام لولا ولم تكون هناك. شو تغيرتوا؟ ولولا كنتوا تغيرتوا؟ المهم غيرنا. حكومة السوداني ألزم نفسها أمام البرلمان العراقي وصوتنا على برنامجه الحكومي، ثم صوتنا على مطالب المكونات، ومن ضمن المكونات مطالب مو المكونات السنة وشيعة والأكراد فقط، الأقليات حتى الخاسرين في الانتخابات. نحن في سنجار يزيدين يهمنا قانون النازحين، حقوق النازحين، عودة النازحين، أعمار المناطق المتضررة، تطبيق اتفاقية السنجار. من يعوضني هذا تسع سنوات أنا في كاكا محمد؟ أنت تعرف كل زين أنه هاي إيش قوانين طبيعتها مختلفة تماماً. بالتأكيد الحكومة عفى على الصفحة، ما له علاقة الحكومة، هاي اتفاقات سياسية إرادة داخلية وخارجية. أسرق لي موازنة الحكومة إيه؟ يجب أن يتبلور إدارة داخلية داخلياً وخارجياً. قضية يعمل اتفاق سياسي. راح أقول لك نقطة مهمة. القبل كان كل الدول المجاورة للعراق يحاول أن لا تتفق العراقيين لمصلحتهم، وكان من ضمنها عدم إقرار قانون. اليوم كل الدول المنطقة راغبة باستقرار العراق لمصلحتهم، وراح تخلي قانون النفط والغاز يمشي بالتأكيد، وقانون العفو يمشي، قانون النفط والغاز باتفاق. لا أستاذ أحمد تتوقع؟ أنا أستغرب بس قانون العفو ممكن يكون عليه إشكالات وجهات نظر، يقول لك الشارع مالتي الشارع مالتك أيام انتخابات، أمر الحكومة ووقع ورقة. قانون النفط والغاز أعقد بكثير من قانون العفو. صح، لكن بنفس الوقت ينظم عملية النفط والغاز. إحنا مشكلتنا كل سنة، هسه إحنا سوينا الموازنة ثلاث سنين حتى نخلص من المشاكل. كل سنة نقف ويا الإقليم، تعالوا على النفط، انطونا النفط، يا بتصير سوى قانون والزمهم بالقانون وحطوا العقوبات اللي تريدها بالقانون، وقول الكل يمشي على القانون. انا ما اعرف شنو الخلاف على تنظيم حاله مربكه او تتعمل بشكل فوضوي. انا اعتقد ان هذا سبب. الزميل سالم مشكور تحياتنا له يوجه لك رساله، يقول النسخه التي قدمها السيد عدنان الجنابي مكتوبه من قبل الاقليم، لذلك شفتوا فرحانين بها. لا والله ما حتى لو كان مكتوب حتى كان لا عفوا بس حتى لو كان مكتوب على الإقليم، حتى لا يكون جشاته مجروحه، مكتوب على الإقليم هو قدم نسخه، تعالوا قعدوا خلينا نعدلها، هاي الفقره زينه وهاي الفقره مو زينه، ونجي نتفق على طاوله وللنقاش. جيد، كل شيء مطروح للنقاش. استاذ راح الحكي سهل. نعم. قانون 16 سنه عليه خلافات بين الكرد والحكومه الاتحاديه، يعني اجي هسه بالاربع اشهر لا استمر 20 سنه لو نحله. زين اللي راح يجي وراها ينطق قانون العفو ينطق نفط والغاز احكم من الموجودين، احكم او احرص من الموجودين؟ اذا احرص من الموجودين راح يجيب المستقبل. هذا موضوع قد اتفق وياكم انه اكو عوامل غير حريصه، عوامل ضاغطه. نعم. قرار المحكمه الاتحاديه بالغاء قانون النفط والغاز بالاقليم كردستان، اي خو عندك عامل ضاغط سوى قانون. ما فيش قانون، صار ضروره ملحه الان القانون. لكن عمق الخلافات تعال احكي لي. اذا يراد عدم الاتفاق ويراد استمرار الفساد. يعني انا اعطيك مبرر تروح تسوي فساد مالي بالنفط وكذلك حتى بالقانون العفو. يعني انا اعطيك مجال من طولك وابرياء موجودين بالسجن، هناك حركات وهناك توسطات وهناك انت حط قوانين وانت موقع على القوانين انت موافق عليها. خو ما جاء القانون اليوم هيك بصدفه بالقعده مال تشكيل الحكومه وقالوا والله نريد قانون النفط والغاز، والسنه قالوا والله نريد قانون العفو. هي مو بالصدفه، هذه صار لها سنوات من وقعت عليها ووافقت على الورقه تلتزم بتوقيعك واتفاقك. اذا غير ملتزم بالتوقيع والاتفاق فاحنا امام سنتين ترى كلش زايد، وتجي الانتخابات وتشكل تشكيل حكومة، وهم راح تجي اتفاقات وأسوة بالورقات الأخرى. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك حلول، وإذا
عدم وجود الحلول وترحيلها إلى المستقبل فهو دليل على أنه هذه الطبقة السياسية الموجودة عاجزة بوضع اتفاق والعمل على ترحيلها إلى جهة أو طبقة سياسية قادمة أحكم من الموجودة. اسمع هذا الرأي من سياسي خلنا نقول شيعي كبير وصاحب منصب كبير يقول لا تذكر اسمي. الشجاع لا يخاف من تشريع قانون العفو. تشريع قانون العفو دليل الاستقرار الأمني والسياسي. أما جماعة الإطار الذين يرفضون قانون العفو فالسبب واضح، لأنهم أخرجوا جماعتهم بقانون العفو لسنة 2016 والآن لم يتبقى لهم أحد بعد أن أعادوا المحاكمة لكل جماعتهم. تعزيز التماسك المجتمعي وتأكيد العيش المشترك بحاجة إلى قانون عفو. أخوكم فلان الفلاني وأرجو شكرنا تقديرنا واحترامنا إلى العالي. كان صريح جدا وواضح جدا وأنا أتكلم بشكل يعني الكلام كان كلش واضح حقيقة. هو دليل على فتح صفحة جديدة والسلم المجتمعي وإعادة السلم المجتمعي هو بقانون العفو، لأنه كثير من المظلومين موجودين في السجون وباعتراف الجميع. اليوم السياسيين وعلى رأسهم سياسي السنة على المحك وعلى الاختبار. أنت جيت وقعته على ورقة حكومية اللي تنفذت فبها ونعمة وخلنا نسير، ما تنفذت يجب أن تكون هناك. أنت رايحين إلى أربعة أشهر وذني قانونياً كلش مهمات وحساسات. ليش أربعة أشهر؟ أنت ما أعرف يعني وكان الدور انتهت. لا عاد سنتين. أنا ما كنت أكيد على أن ذني القانونياً لازم بهال لازم هذا الفصل التشريعي. يعني إذا ما هي أربعة أشهر بس القانونين قوانين مهمة أخرى يعني مو بس القانونين. كأهمية. أهمية مو أهم يعني من التشريع هو الدورة على موازنة ثلاث سنوات أربعة 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 فإذا خلصت هاي أربعة مواجهتهم راح تجي أربعة ثانية. لكن أكو إرادة يجب أن تكون هناك إرادة، يجب أن تكون مو يعني هي مو اختيار من وقعت يجب أن تلتزم. إذا الكورد جو بنفس العقلية اللي اشتغلوا بيها من 2007 لحد الآن بغداد ما راح تمشي وياكم قانون النفط والغاز ما راح تمشي. العقلية الحزب الديمقراطي تمشي مع الدستور يعني والقوانين يعني. نحن اليوم نقول تعال يابا احنا نشرع هذا القانون اللي هي 95% من خبزة العراق مثل ما فذر الزميلي. يعني ما من المعقول 95% من خبزتك ومن إيرادات الدولة العراقية ومشكلة الدولة العراقية مندوتك إلى حد الآن هي مشكلة الثروة وإدارة الثروة في المركز. أنا أجي ما عندي قانون يعطي غطاء شرعي للشركات رصينة لاستثمارات جلب استثمارات. اليوم العراق إن الله ما يقبل يعني الغاز مالنا تحترق ونحن المحطات مالنا تحتاج توليد الطاقة الكهربائية تحتاج إلى الغاز نستورد الغاز. العراق اليوم فيها مكان من الطاقة، طاقة عضوية، طاقة الشمسية، طاقة الرياح. يجب أن نستفيد من هذه الثروات الموجودة في البلاد بتشريع قوانين لتكون غطاء وإعطاء بعقلية لتغيير التي حصلت في المنطقة. والمنطقة اليوم تنظر إلى الوضع العراقي. يمكن لو أنا سما الشيخ درغام لو جاي عضو لجنة نفط وغاز يمكن كان دخلنا شوي بتفاصيل فنية. أنا من أقول لك التفاصيل الفنية. التفاصيل الفنية اللي دائما ما عرقلت لطالما عرقلت اقرار القانون الموجود لحد الان. الكرد لحد الان متمسكين بتفسيرات تخصهم فيما يخص المواد 110 111 112 من الدستور، وكذلك الحكومه الاتحاديه او خلينا نقول احزاب بغداد، خلينا نقول الاحزاب الشيعيه ايضا العلويه للدستور. استاذ احمد جيد الدستور هي القاعده التي تنبنى عليها القانون. ليش ننكر هو ليش إذا الدستور يعطيني إذا كلام الله القرآن هو حمال أوجه تريد دستورنا هذا اللي انكتب بلحظة غضب بلحظة حمال أوجه هنا حمال أوجه على العين وعلى الرأس لكن دستور أي قانون تقاطع مع الدستور بإمكان طعن فيها وإلغاء القانون تمام لو لا والله يعني نتمنى هذا التفاؤل إلا إذا كنتم فعلا نجحت بغداد بالضغط عليكم ما راح تكون بسقف تفاوضي نريد أو بأرضية تفاوضية قوية مثل ما لا عقليتنا بنجاح بغداد بإعطاء حقوق الآخرون وبتطبيق برامجهم المتفق عليها هي اللي هي أكدنا لها الدعامات الأساسية بالدستور التوافق الشراكة التوازن واحترام الحقوق الآخرون. هاي يعني نرغب أن تكون بغداد قوية حتى تكون الأقليم قوي نتمنى أن تكون أقليم قوي حتى تكون أما العقلية مو عقلية أجي أتقاطع مع بغداد بسبب حقوق الدستور أجي أفسر الدستور كما أريد وخلي الدستور في غرفة الأنعاش لحقوق الآخرين ما كهكذا تدعو من سويته الاتفاق الله يرحمه أم جلال وكاك مسعود موجود
وسيد نور المالكي موجود، مش سويتوا يا الاتفاق ذاك يا احنا نضل نصدر نفط الى ان ينقر قانون؟ كنتوا اولا كبارتي وياكتي كنتوا تحالف كردستاني قوي، خلافات في ادنى سقف بينكم وبين اليكتي يعني. اوكي واقوياء على حتى على بغداد، الان وضعكم اختلف. الان ما ممكن تجون بارضيه تفاوضيه صلبه وقويه وتتفاوضون بغداد على قانون النفط والغاز. هذا خلينا نتفائل انه قانون النفط يمشي. الساحب الحق مدلل، اذا بهالعقليه ننظر اذا اليوم انظر الى المكون السني او المكون الاخرى بان انا قوي وما اعطي حقوقه فاقرا على السياسه والبلد سلام. لا هاي السياسه. ماذا استفدنا منها؟ لا لا. ماذا استفدنا من هذه التقاطعات وهضم الحقوق الآخرين؟ داعش ودمار وخراب البيت وتخلي وعدم وجود الكهرباء ومفردات. وبالمناسبة اليوم ينطبق عليكم أيضا، ينطبق نعم عليكم بعزم وبسيادة ينطبق نعم عليكم. أنا في طريق لك يعني لما اليوم تجدر الديمقراطية ونضوج الديمقراطية في أقليم كردستان ورحيل الرعيل الأول من الحركة الكردية وعدم وجود الخلافات، أنا ما أقول لك وجود خلافات لكن البيت السني ما عندهم خلافات، البيت الشيعي هسه الانتخابات كلما اقتربت العدادات الميل إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظة هنالك مزاحمات وهنالك مشاكل طبعا خلافات موجودة. لما لو لم يسحب التيار الفكرة اللي أريد أوصلها وضع الكرد حالياً فيما يخص التفاوض مع بغداد على قانون الانتخابات أضعف بكثير لكن من 2007 وجاي، لكن قولبنا علاقاتنا وفق الدستور والقانون وبرنامج الحكومي عندنا مسطرة نتعامل معاه. وكذلك في الوضع السني فيما يخص قانون العفو العام وضعكم أيضا ما ننكر أنه وضعنا حاليا مربك مثل ما الكتل الأخرى مربكة، لكن هذا مو دليل أو هو ليست دليل او اقرار بانه التحالف الشيعي قوي. لا التحالف الشيعي مو قوي ايضا وضع مربك اسوه بالتحالفات الاخرى، لكن بنفس الوقت اذا تتفاوض مع شركائك من باب التفاوض الدولي هذه الدوله ضعيفه او قويه هذا موضوع، واذا من باب شراكه حقيقيه هذا حقك واستحقاقك وهذا حقي وتفاوض عليه قبل تشكيل الحكومه هذا موضوع ثاني. اذا احنا دوله واحده وشركاء في العمل السياسي موضوع وإذا دويلات فهذا موضوع الإطار وقوة الإطار قادرة على إدارة خلافاتها مهما وصل سقفها الخلافات بهو علي على وضعكم. لا يعني وإذا استمريتوا خوف هذا مشروعكم مالي قارة محمد الحلبوسي إذا استمرتوا به للنهاية خلص يعني لا قانون عفو تحصلون ولا غير تحصلون تدون مشاكلكم الداخلية. بل احنا اليوم المشاكل الداخلية موجودة أنا ما نكرها نهائيا، المشاكل الداخلية في البيت السني وفي البيت الكردي وفي البيت الشيعي موجودة، لكن هل هذه المشاكل تبعدنا عن الورقة التفاوضية اللي شكلنا الحكومة؟ أنا أعتقد إذا ذاهبين بالابتعاد عن التشكيل عن هذه الورقة فعلى الشارع السني أن يسأل قادة السياسيين السنة اللي وقعوا على هذه الورقة شنو الضمانات وليش ما تحققت وليش وقعتوا شنو اللي دفعكم للتوقيع وليش شاركتوا بالحكومة أصلا، هنا أهم نقاط لتشكيل الحكومة ما تحققت نهائيا. فهذا الموضوع اليوم القادة السنة اللي وقعوا على المحك وحكي بصراحة على المحك، تجيني باكر بالانتخابات يجي رعد باكر بالانتخابات يقول على قانون العفو تعال يبا منتج جبنا لك 77 78 مقعد وقلت لك قانون العفو شكل حكومي قانون العفو تجيب لكم منو جيب لكم؟ محمد الشاع لان والله صوتوا على البرنامج الحكومي لو القوى السياسيه لو الاطار التنسيق تحديدا التشكيل اداره الدوله ائتلاف اداره الدوله يعني اطار تنسيقي نعم. سياده وعزم وبارتي ويكت حتى الكل نعم هذا الاتفاق احنا ملتزمين تضامنيا تضامنيا جيد خلي يطلع القائد السياسي السني اللي محسوب عليه خلي يطلع يقول فلان جهه وقعت وياي لكن رفضت هذا القانون ووقفت معرقل بالقانون حتى يفهمني لكن اذا ضل ساكت انا ايضا ارجع علي ساكت ارجع علي حتى أنا. عمي حيرب روحه غير مدوخي انت ماكو والله حيرب روحه ايدي وانتم اموره السنه ليست منصب السنه منهاج درتب اموره دوخي ليست المنصب السنه ليس المنصب منهاج برنامج هذا منهاج برنامج اتكلم على هذا اما بالنسبه للمنصب اليوم يجي رعد باكر يجي احمد يجي علي تقبلها مني بصراحه استاذ رعد نعم تحديدا شوف كل الاحزاب السياسيه مهما كانت من اي مكون تبحث عن مصالحها الشخصيه عفوا مصالحها الحزبيه نعم لكن انتم تحديدا هاي الصوره فاقعه جدا عند المكون السني مثل يعني انتم عندكم يا صور
صورة أنه تبحثون عن مصالح شخصية وتنسون وضع المكون. وضع المكون بعيد جدا، أنا مو أولوياتكم. نعم، وخصوصا بهذه المرحلة، أعطيكم صادق، وخصوصا بهذه المرحلة، لأنه أصبح الصراع الداخلي والتزمت داخل المكون بأعلى مستوياته، والتفرد بالقرار بأعلى مستوياته. لذلك التهنا بترميم البيت الداخلي، بإعادة وضعنا بصراحة. لذلك تركت هذه الورقة، ومن يترك هذه الورقة ولم يطالب بها فسيحاسب من قبل الشارع السني ومن قبل المحافظات السنية بعد أيام، بعد انتخابات. طالب بها انت، طالب بها كعزم، طالب بها كمشروع عربي، طالب بها. لا مطالب، مطالب ينسحب من العملية السياسية. شنو أنا وقع لك ورقة بشكل حكومة وياك، انسحب من العملية السياسية يا أخوان. يعني يا أخوان مخاجل، أنا شكلت حكومة على أساس شنو؟ ما بني على باطل فهو باطل. أنت وقعت على ورقة باطلة تقولي أنا ما نفذها، انسحب من العملية السياسية واطلع. نطلع يعني شنو المشكلة؟ نطلع يعني مكيف الوزارتين ثلاثة موجودات والوليدات كلهم بالسجن وأبنياء، خليني انسحب من العملية السياسية. شو هذا موقفي؟ هذا موقف سياسي. نواب يجون بدلاء باشر، وزراء باشر سياسي. باشر قدم. لا لا مو ينسحب من البرلمان من العملية السياسية بالكامل، ينسحب من تشكيل الحكومة، ينطي قراره وبشكل واضح باتجاه العملية السياسية تشكيل الحكومية بهذه الدورة، ينطي رأيه مباشر. أنا هاي ورقة وقعتها وصار كذا وانتظرت، وقلتوا لنا لا تحركون على الورقة، لا تحرجونا، والوقت داهمنا والبلد أهم، وأهم شكل الحكومة، واثنين ترى البلد أهم. وضع القرون الموازنة من أجي أقارن بين الأداء السني في مطالبته بموضوع قانون العفو العام والأداء الكردي في مطالبته بإقرار قانون غاز ونفط وغاز منصف. زين الجماعة خبراءهم صارهم تقريبا من طلع القرار مع المحكمة الاتحادية مع الغاء قانون نفط الغاز مال الإقليم، يعني خبراءهم متواصلين ويا بغداد رايحين جايين. أنتم ما عندكم ذاك التواصل ويا الإطار التنسيقي من أجل الضغط عليهم من أجل إقرار قانون العفو؟ مو ده شكيها يعني. ملتين مشاكلكم داخلية بصراحة، مشكلة بصراحة. التزمت بالقرار وتفرد بالقرار السياسي السني خلانا نروح نعيد التهنا ببيتنا. يعني هسه بطلنا من المطالبة بالأوراق الأخرى بس نريد نرتب بيتنا السياسي، وهذا خطأ كبير. شغلونا في مشاكلنا الداخلية وفي مسميات وعناوين دلت، إذا كانت تعني شيء فلا تعني كل شيء بالنسبة للعراقيين وخصوصا السنة وخصوصا الأبرياء. فالتهينا بهذه الحراب أو الحرب الجانبية وتركنا هذه الورقة على السياسيين السنة، وأكدها على السياسيين السنة اللي وقعوا على الورقة، عليهم أن يكون لهم قرار واضح من خلال الأربعة أشهر القادمة. شنو النقاط اللي ممكن تكون بتنفيذ نقاط الورقة أو قرارات سياسية أخرى؟ نقاط خلافية كاك محمد ممكن تكون عائق أمام إقرار قانون النفط والغاز على الأقل في هاي الأربعة أشهر هذا الفصل التشريعي. أنا أعتقد القانون النفط والغاز متفق عليه على إقرار، لكن في قراءة الأولى والقراءة الثانية تحدث بها خلافات، ولكن ستكون هنالك ضغوطات داخلية وخارجية للمضي بتشريع هذا القانون للمصلحة الدولية ومصلحة الأقليمية. وين راح نوقف؟ وين راح نصطدم؟ راح نستدم. تذكر احنا وين وقفنا؟ وقفنا عن الحقول الحالية وتمديد الحقول الحالية والمكتشفة وغيرها. تذكر راح نستدم بتمثيل المحافظات هل بمستوى ووزن الأقليم أو المركز أو مثل ما فضلت الاستخراجات الحقول قبل التصويت على الدستور قبل 2005 وبعد 2005. نعم بعد 2005، لكن أنا أعتقد ودارة العقول النفطية لأن مثل ما أكد زميلي إذا تبلور إرادة وطنية حقيقية نابعة عن القانون والدستور، أنا أعتقد نحن سنمضي بإقرار هذا، لأن قررنا قوانين أصعب من هذا. في الدورة الثانية قررنا ثلاث قوانين مهمة في سلة واحدة. مرة أخرى شنو الاختلاف؟ لا شنو هذا؟ هاي الإرادة السياسية شنو يعني؟ إجاهج وحي 16 سنة ما جاها وحي؟ إجاها وحي؟ وحي لا لا مو قضية الوحي، نكون صادقين مع بعضنا. إذا كان هنالك احترام للتواقيع والمصداقية بين الكتل السياسية ستمضي هذا، وهذا هذا قانون عراقي، هذا قانون دستوري، هذا قانون مصلحة الوطنية، جلب الشركات، حفاظ على ثروة العراق، عدم سماح للآخرون تمدد على الثروات العراقية من دول المجاورة حتى يعني. ثاني شيء، ثاني شيء اليوم راح لا حتى آخذ يعني مو من المعيب يعني اليوم العراق كان
من الدول الرائدة في المنطقة في صناعة البتروكيماويات، اليوم بتروكيماويات، اليوم معمل البصرة بتروكيماويات متعطل عن العمل، الغاز تحترق 120 كعكة، والعراق كلها متعطلة بس بعض. مو قضية عطل، ماكو عندك قطاع شرعي قانوني، تنجي شركات صح عالمية صحيح تستثمر أموالي والدستور ينص على ذلك باستخراج النفط بأعلى تقنية صحيح استثمارية والمادة عندك تعليق والمادة 26 من الدستور استثمار وتنمية الموارد العراق الطبيعية لخدمة العراق. ما فائدة إذا كانت هنالك اليوم هاي الروحية ملايين بشر، هاي الروحية أتمنى تكون موجودة أثناء نقاشات، هناك 5 ملايين إنسان عراقي لا يمتلكون دار سكن، هنالك 5 ملايين عراقي نازحين، هناك 6 ملايين في شتات، هناك معذبين في سجون، هنالك مغيبات في سجون ده، يعني هاي العقلية. عفوا الخطاب الانتخابي عفوا جماعة، لا مو خطاب انتخابي، لا والله هذا خطاب برنامج، انتوا ما عندكم انتخابات برلمان كردستان، مو قضية شرفية الكلمة، شرفية الكلمة مطلوبة من بلدنا. أنا بدي أقول شيء واحد، عدم إقرار قانون النفط وعدم إقرار قانون العفو ماذا بعد؟ من قرن للنهاية أم من أجله أو من رحلة سنة سنتين ثلاثة؟ لو هو فقط كذوبة لتشكيل الحكومة وبعدها عدم الإيفاء بالعهود، شنو يعني؟ شنو البديل؟ نحط البديل، شنو البديل؟ أعطيني البديل، لازم نقرن يعني شنو البديل؟ بديل مشاكل، إذا بديل الرحلة إذا هو اعتراف إنه إحنا عاجزين واللي راح يجي أحكم من عندنا يسوي بديل، وإذا البديل بديل حوار 16 سنة بدون قانون نفط وغاز، ما شوف صار البلد صار 16 سنة جيد جيد، وهاي 20 سنة وهاي 20 سنة لا 20 سنة قانون العشوائيات ما نقرّه، مو بس النفط والغاز خلاص، وعشرين سنة بغداد هذا كله، وعشرين سنة تعرف شنو وضع ال أنا الأوان غير المزاج السياسي وضع السجون تعرفه كل زين وش قدك بيه، ما أنا الأوان نحط نصحح الأخطاء اللي وقعنا بيها صار 20 سنة والله ما أنا إذا ما أنا سؤال شركائكم، سؤال شركائكم بالإئتلاف دارة الدولة، وأيضا بدي أحكي لك خليني أشكرك النائب عن تحالف عزم، راح أعطيك شكرا جزيلا لك، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا ونتمنى المانع خير على غياب النائب عن دولة القانون برغام المالك. شكرا أستاذ. شكرا. حدثوا سجلاتكم الانتخابية أخوان، حدثوها، والما استلم بطاقاته من عام 2021 خليه يتفضل يستلمها، بهالطريقة نبح صوت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي تنادي على الناخبين، وبالنتيجة ماكو فايدة، الناس يائسة وفاقدة الثقة بالعملية السياسية والانتخابية، مو احنا اللي نقول هالشي بل ارقام المفوضية نفسها، لحد البارحة اكو 1,300,000 بطاقة بيومترية موجودة بمراكز التسجيل من عام 2021 والهسة اصحابها ما استلموها، وعداها اكو 3 ملايين ناخب ب15 محافظة ما حدثوا بياناتهم الهسة، وعليهم استبدال بطاقاتهم قصيرة الأمد ببطاقات بيومترية طويلة الأمد، وذولا فقط يشكلون تقريبا ثمن عدد الناخبين اللي يحق لهم التصويت، المعنى انه التحديث ضعيف للغاية، وهذا الضعف مؤشر مبكر لضعف الإقبال على المشاركة، الأمر طبيعي ويصير بكل دول العالم، بس يمنا الأسباب معروفة وهي فقدان الثقة بالنظام السياسي واليأس التام من أي تغيير تقوده العملية الانتخابية، الأرقام بهالخصوص ما تشجع، لأنه بحسب بيانات المفوضية عدد اللي حدثوا بياناتهم بلغ فقط 8,507 ناخب بين تسجيل جديد ومواليد جديدة وحالات تصحيح وتغيير ونقل، أما إذا عفنا هذا الإحباط ورحنا لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فاليوم رئاسة الإقليم دعت المفوضية العليا للانتخابات، دعتها للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم، وبالبيان اللي صدرته ذكرت رئاسة الإقليم إنها أرسلت كتاب رسمي إلى المفوضية دعتها كي تشرف على الانتخابات اللي المفروض تجرى في 18-23، رد المفوضية اجى بشكل فوري وحاسم وبرسالة رسمية أكدت استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كردستان، لكن
في الوقت نفسه المفوضية أكدت أنه من غير الممكن أنه تقدر تسوي انتخابات مجالس المحافظات بالعراق وانتخابات برلمان كردستان بيوم واحد، وهي تحتاج إلى 6 أو 7 أشهر على الأقل للتحضير انتخابات برلمان كردستان بعد موعد انتخابات مجالس المحافظات. نقطة رأس سطر، هاي هي آخر معطيات انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان. إقبال ضعيف وسجلات غير محدثة، وانتخابات برلمان كردستان إلى نفق مجهول، طالما المفوضية تقول ما أقدر أسويهن بيوم واحد. أناقش هذا الملف مع رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات دكتور عماد جميل. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا يا مرحبا، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. نبدأ بالأرقام المحبطة لو نروح على المستجد مال كردستان. بالمحبطة أحسن. بالمحبطة شنو أخبار التحديث مال السجلات؟ فعلا كان إحباط باليوم الأول، واليوم الثاني كان هنالك العدد تقريبا 8500، لكن بشارة خير أنه يكون اليوم الثالث 29635، وأعتقد اليوم يصل العدد إلى 40000 محدث. زين، هسه بدل الإحباط أكو أمل إن شاء الله. وهذا التحديث يشمل مخلقة في فهم المواطن أنه كل ناخب لازم يروح هسه، اللي عنده بطاقة بيومترية وشارك بانتخابات 21 أموره تمام، ما يحتاج لتحديث. قاعدة عامة، ارتفاع نسبة التحديث معناها وجود الرغبة لدى المواطن بالاشتراك بالانتخابات القادمة، لأن هو يمتلك البطاقة البيومترية ويراجع مراكز التسجيل في سبيل تغيير مركز اقتراعه، لأن غير محل سكنه أو وجود خطأ في معلومات بطاقته يصلحها أو إضافة إذا ما كان موجود. إذا ذولا كلهم عندهم رغبة أن يشاركون. بس ذولا وصلوا 40000. إحنا لغاية اليوم إن شاء الله 40، وأعتقد الأيام القادمة راح تضاعف الأعداد إن شاء الله. جيد، هذا معناه أنا ما أريد توصل رسالة المشاهد إنه بس 40000 اللي. هسه أنت قلت 8.5 محبط باليومين، لكن بيوم واحد ارتفع العدد إلى 40. ممتاز. 40 ممتاز. ممتاز. إذا بشارة خير إنه الأعداد راح تضاعف وهذا يبشر بخير. لا عاد خلص استثمر الوقت القليل المتبقي وأسأل عن ردكم على رسالة أو طلب رئاسة إقليم كردستان بالإشراف على الانتخابات. وصل طلب الإقليم والآن دخل جدول أعمال المجلس الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيتم مناقشة مضمون الكتاب والإجراءات الفعالة، وسيتم التصريع عن ذلك في وقتها. بالإضافة إلى ذلك هنالك صرحت اليوم وقلتوا إنه إحنا ما نقدر نسويه بيوم واحد، إذا يردون الإقليم نشرف على انتخاباتهم فنحن على استعداد أن نجري انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد 6 أو 7 أشهر من انتخابات مجالس المحافظات. لحد الآن نحن لم نتحدث بالتاريخ المحدد للانتخابات، فقط أن المفوضية لديها الاستعداد الفني والمهني بإجراء انتخابات إقليم كردستان، وذلك لوجود القاعدة الأساسية من موظفيها في محافظات الإقليم. والدليل على ذلك أنه يوم غد سينطلق التحديث البايومتري في محافظات الإقليم الثلاثة، دهوك وسليمانية وأربيل، بفتح 173 مركز تسجيل، ولكن بإجراءات أنه النقل يكون فقط داخل محافظات الإقليم، لا يوجد نقل لا خارج محافظات الإقليم ولا من خارج محافظات الإقليم إلى الإقليم، ونفس الإجراءات الأخرى. جيد، إذا الإجراءات ماشية، لكن ومكاتب المفوضية بمحافظات الإقليم جاي تشتغل وهيكليتها موجودة عدل المفوضية. نعم. ليش ما تقدر نسوي انتخابات؟ ما نقدر نسوي انتخابات لأن هنالك التزامات أخرى. المفوضية لم تستلم قانون الإقليم لحد الآن، والقانون يختلف جذريا عن القانون اللي ندير فيه مجالس المحافظات. صحيح. أما راح تقولي ليش أنتوا بديتوا بالتحديث؟ لأن قضايا التحديث هي إجراءات دولية، هذه متعارف عليها، إجراءات فنية ما تحتاج قانون، متشابهة بكل الانتخابات. ولذلك المفوضية كخطوة استباقية من عندها، ومفوضين في الإقليم مفرغين لهذا الأمر.
بس أفهم من كلامك أنه كرد رسمي على طلب الإقليم لحد الآن ما صار. إن شاء الله بعد الاجتماع القادم لمجلس المفوضين سيقرر الرد الرسمي بإدارتها. نعم موافقة المفوضية. إضافة إلى هذا لكن التاريخ لم يحدد، تاريخ الانتخابات لم يحدد. زين إحنا اليوم دخلنا أو راح ندخل اليوم 12 راح ندخل 13، صار 13 يوم فتحتوا تسجيل الائتلافات. تسجيل الائتلافات الآن فيما يخص انتخابات مجلس المحافظات إلى 270 حزب سيشارك بالانتخابات القادمة. سجل ثلاث تحالفات جديدة. هنالك تحالفين أبدوا رغبة، لأن تعرف التحالفات السابقة عددها 41، هذه فقط تبدي رغبة لأن هي مسجلة أصلاً. بالإضافة إلى هذا تم الاستمارة رقم 10، هذه نعتمدها كآخر قائمة للأحزاب المؤتلفة، لأن بعض التحالفات ينسحب حزب يلتحق حزب، فإحنا نعتمد آخر يومين آخر يومين آخر ثلاثة إلى أكو أحزاب تحسم هو أمورها بموضوع الائتلاف. هذا متعودين عليه في كل انتخابات أن المرشحين والتحالفات تبدي بالأيام الأخيرة من الموعد المحدد. دكتور عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، شكرا جزيلا لك على المعلومات. شكرا لكم ونشوفكم الأحد إن شاء الله.